دائما يعني سؤال يقول بإذن الله يقول لك في هذه الجائحة كورونا وفي مسجدنا لا نستطيع أن نصلي في المسجد فوق 100 شخص مع احترام ذلك التباعد يعني يلا كاين 100 شخص فإذا بالإمام بإذن الله تبارك وتعالى يعلن في الناس أن الذين يسمح لهم بالصلاة هم المساهمون في نفقاته فقط ماذا يقول الشرع في هذا؟ المسجد بيت الله ولا ينبغي أبدا أن يمنع مسلم إذا توجه إلى بيت الله هذاك البيت هو بيت الله ليس بيت الإمام ليس بيت الإمام حتى يدخل إليه من يحب ويرفض دخول المسلم إليه إذا لم يحب هذاك بيت الله وهل قضية أنت أنه لا يسمح للصلاة إلا للمساهم في نفقاته هذا تجني هذا اعتداء كاين واحد العدد نتاع الناس لا يستطيعون إن شاء الله أن يساهموا هل نمنعهم من صلاة الجمعة؟ الجمعة بإذن الله إذا كنتم تصلون بإذن الله تعالى 100 واحد فقط فليصلي من يأتي إلى المسجد أولا وش اللي من يجي في الأول ما عندوش أو لا ما ينفقش على المسجد أو لا ما عندوش مساهمة أو لا جاي من بعيد نبقاو نديرو التفتيش عند الباب فإذا وجدناه لا يؤدي مساهمته نرده وش الشيء هذا ما هذا هذا كلام يعني جديد يعني ويمكن لنا أن نصلي أكثر من جمعة بإذن الله تبارك وتعالى في المسجد نصلي الجمعة الأولى ثم نصلي جمعة ثانية بإمام واحد خطيب واحد أو لا بخطيبين كما ورد بإذن الله حتى تؤدى الصلاة من قبل كل المسلمين عملا في هذه الظروف الاستثنائية حتى لا تقسو قلوب الناس فإن العبد إذا ترك 3 جمع بغير عذر طبع الله على قلبه إذن فهذا كلام زعما في الحقيقة صعب بزاف هذا تنطع هذا مسألة غريبة أن نفتح المسجد فقط لصلاة الجمعة لمن يساهم في النفقة هذا أمر جديد لم أسمحه من قبل والأعجب أن يقوله الإمام الله يهديكم يا وليدي الله يجزيكم بخير ثم يقول إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا هذا المسجد فيه باب واحد للدخول ثم هنالك إن شاء الله تبارك وتعالى السفلي يعني الطبقة السفلية هو المصلى يعني هو المسجد الذي يصلى فيه والعلوي يعني تقريبا متجر وقبالته مصلى صغير للنساء فلأن الباب واحدة ولأن هنالك إن شاء الله تبارك وتعالى تقريبا متجر الفوق فعند الصلاة يكون الهرج والمرج ألا ترى مثلا أن مسألة فتح متجر في نفس المسجد بباب واحدة يشوش على المصلين هذا أمر أنتم تعرفونه وأنتم الذين تعيشونه وددت لو أن المتاجر تكون خارج المسجد لكي يكون المسجد إن شاء الله هو مسجد يسجد فيه لله تعالى فلا ندخل إليه مثلا متجرا يشاركه في الباب فيدخل الناس منهم من ينزل للصلاة والآخر لا علاقة له بالصلاة إنما يريد فقط أن يقضي إن شاء الله تبارك فلا يصلي فيحدث التشويش لا يجوز للمسلم أن يشوش على المسلم في المسجد ولو بقراءة القرآن ولو بقراءة القرآن كيف يمكن الإنسان يصلي والأصوات ترتفع في المتجر بين البائع والمشتري وخاصة إذا غص بالمشتري هذه الهندسة المبدئية كان الأولى أن تراعي حرمة المسجد فللمسجد قدسية حتى احنا في المغرب عندنا المساجد لكن الأحوانس والدكاكين جات برا المسجد عنده المدخل ديالو عنده المخرج ديالو عنده باب من يدخل منه وباب من هنا إن شاء الله تبارك ولكن الدكاكين بإذن الله لأن المساجد عندنا كبيرة بعض الشيء لكن هذا ليس مبرر لكي يفتح المسجد أفق متجر والباب وحدة والنساء قبلت المتجر فيشوش على المصلين لمنو حنا يا واسم هو يعني التشويش
إذا كان هذا يؤدي التشويش على الصلاة، إذا الصلاة لا تؤدى كما يحب الله سبحانه وتعالى. فالأولى إن شاء الله تبارك ولو أن هؤلاء الذين يبنون المساجد يراعون هذه المسألة، ولا ينبغي أن يكون المقصود دائما هو جمع المال. جمع المال دائما كان يجمعوا الفلوس وثاني عودك المتجر ثاني نكريوه وخا يكون في المسجد، فالأمر شديد وصعب. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير يا رب يا رب يا رب يا رب. أحد الإخوان إن شاء الله تبارك وتعالى يقول أنا أعمل في جزيرة صغيرة ينتشر فيها العري في كل مكان، جزيرة كجولة سواح من العالم، فينتشر فيها العري في كل مكان، نحن نعيش مع العرايا صبح مساء الذين يأتوننا إلينا إن شاء الله في الفندق وخارج الفندق وفي الشاطئ وفي الأزقة، كلهم عرايا. يعني ماذا تنصحني؟ هذه الجزيرة التي إن شاء الله لا ترى فيها إلا العراة من الرجال والنساء، الأولى لك إن شاء الله أن تبحث عن عمل آخر، لأنك لا تستطيع أن تغض من بصرك، فهذا أمر شاق. وكثرة النظر إلى العورات ستتطبع معها إلى درجة أن يموت القلب، فترى المنكر معروفا وترى المعروف منكرا، وربما والعياذ بالله صرت أنت أيضا تتأثر فتأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، وهذا أمر خطير جدا. فالنجاء النجاء والبدار البدار لترك هذه الأرض، أرض عورات لا يستر سوءاتهم شيء ويعمل معهم بالليل والنهار، لا يستطيع أن يغض من بصره ولو فعل ما فعل. فلا يمكن للإنسان أن يمر على بركة ماء ولا يتبتل ثيابه، وكيف يمكن الإنسان أن يربي أبنائه في هذه الجزيرة، وكيف يمكن أن يحافظ على زوجته في هذه الجزيرة؟ إنها بيئة فاسدة، فساد عام مطلق. ينبغي الإنسان أن يفر بدينه فرارك من الأسد، بل أشد من فرارك من الأسد، لأن الأسد قصار ما يفعل أن يفتك بك وتضيع دنياك، أما هناك فالفتك بالدين والضياع ضياع الآخرة. فعلى الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى أن لا يطمئن إلى استقراره في ذلك البلد. ذلك البلد الاستقرار فيه والسكن فيه محفوف بالمخاطر الخطيرة التي توجي بآخرته، نسأل الله العفو والعافية. ابحث لك عن مكان آخر. الله يجزيك بخير، بارك الله فيك.